النجاح في صنع الصداقة مع الآخرين يبدأ من داخل نفس الإنسان ومن طبيعة سلوك الإنسان. نحن نجد أن بعض الناس عندهم ما شاء الله توفيق في صنع الصداقات والأصدقاء، وين ما يروح يكسب الأصدقاء، سافر يسافر إلى بلد يرجع مكون لصداقات في تلك البلد. وبعض الناس حتى في بلده حتى في مجتمعه إذا يعرف اثنين ثلاثة كثر خير، ما عنده يعني توجه لصنع الصداقات مع الآخرين، ما عنده الاهتمام. صنع الصداقة يبدأ من داخل نفسك. هل أنت مهتم بالانفتاح للآخرين؟ هل أنت مهتم بكسب الآخرين وصداقة الآخرين؟ إذا أنت بدأت بتبادل الود، يعني إبداء الود والمحبة لهم والتعاون معهم، ستجد في المقابل تفاعل من قبلهم. علي عليه السلام فيما روي عنه يقول: جبلت القلوب على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. الإمام الباقر عليه السلام في رواية عنه تقول: اعرف المودة لك في قلب أخيك بما له في قلبك. أنت إذا عندك مودة الناس يبادلوك المودة، أما إذا كان قلبك أنت جافا تجاه الآخرين كيف تتوقع من الآخرين أن يبادلوك؟ وكما قيل: القلوب شواهد، في مغناطيس بين القلوب بعضها مع بعض. لذلك أنت من داخل نفسك تستطيع أن تبدأ صنع الصداقة مع الآخرين. طبيعة سلوكك مع الآخرين هو الذي يكون لك شبكة من العلاقات والأصدقاء. بعض الناس بالفعل ما عنده التوجه. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من الجفاء أن يصحب الرجل الرجل فلا يسأله عن اسمه وكنيته. أنا شايف بعض الأحيان بعض النماذج، واحد مثلا يأتي إلى مجلس يرتادي المجلس ويقعدوا وياه الجماعة، بعد فترة تسألهم: هذا اللي يجي الذي تجلسون معه ما اسمه؟ ما حد منهم مسائل عن اسمه، ما حد منهم متشيم بقولتنا مسائلة شنو اسمك، أو ما حد حافظ اسمه. وبعض الناس حتى وهو مسافر في الطائرة في السيارة في القطار يشوف اللي بجنبه يحييه يرحب فيه. الآن هم في طريقة سليمة، عند كل واحد عنده بطاقة أو كارت بقولهم للتعارف، يتبادل وياه الكارت، هذا ياخذ كارته ويعطي كارته، يعرفه اسمه بلده تليفونه إيميله، هذا ما يكلفك شيء أن تتعرف على من حولك. ويحصل أحيان كثيرة أن إنسان يتعرف على شخص لأنه كان إلى جواره في الطائرة أو في السيارة، وبعدين تنفتح آفاق علاقة مع هذا الشخص، لأنه كان ساكن معه في الفندق، لأنه لأقل مناسبة يصنع علاقة معه.